لا نادي لا شوف النصر شوف نفس لا الشيء في احد ابو بدر. شوف لا احد يستطيع ان يعني يزايد على الهلال او النصر في حقهم في التعاقد مع اهم نجوم كرة القدم السعودية، هذا حقهم. لكن المشكلة وين الان الموجودة؟ انت ما تشوف الان انه فيه تفريغ اصبح لثلاث أندية خلاص يطلعون من المنافسة؟ اتحاد، ورغم محاولات الاتحاد للبقاء، الأهلي، الشباب، كذا الأندية هذه يعني الشباب والأهلي يطلع، يعني مسألة وقت. هم مع الاتحاد راح بهالتعاقدات الكبيرة، مسألة خروجهم من المنافسة راح تكون منافسة ثنائية الأقطاب بس، هلال نصر، أهلي زمالك، برشلونة ريال مدريد. هل هذا صحيح اللي انت شايفه؟ ابو بدر احنا نشوف الاسماء تنتقل، لكن ما انا اشوف انه بصراحه ما يعني انه حيكون السيطره بين الهلال وبين النصر، لانه الشباب موجود. الاتحاد الان، الاتحاد عانى السنوات اللي فاتت يا ابو بدر من وضع الاتحاد، لكن الاتحاد الان موجود، وانا متاكد انه داخل الملعب قادر انه يقارع الهلال حتى بالاسماء اللي موجوده هذه، وممكن ينتصر على الهلال. واكبر دليل المستويات اللي قدمها نادي الاتحاد، فالاتحاد موجود، الشباب موجود، الاهلي ويمر بظروف جدا جدا سيئه، وكلنا عارفين اللي قاعد يصير في النادي الاهلي بصراحه، بعيد تماما الان عن اللي يحصل في الهلال، عن اللي في النصر، حتى عن اللي في الاتحاد ونادي الشباب. في ابو بدر حكايه ان انتقال اللاعبين ترى الى نادي النصر او الى نادي الهلال فقط، ترى ما يعني انا بصراحه ما اعتبره يعني تفريغ ابو بدر، لانه الان الهلال لما مثلا تعاقد على سبيل عنده 30 لاعب، لما تعاقد مع هذه الاسماء ترى في لعيبه مميزين في نادي الهلال حيطلعون، حتستفيد منهم الانديه اخرى. لكن نحن لما نشوف الهلال مثلا يتعاقد بالاسماء هذه والنصر يتعاقد بالاسماء هذه، كانه مثلا الاتحاد حينتهي، الله الشباب حينتهي، الاهلي انت حينتهي. تبغى الانديه، انا ماني مع تبغى الفكره هذه. الانديه المنافسه للهلال والنصر تاخذ الزايد من العفش يعني ولا ايش؟ هو خالد لا ابو تتكلم بدر عن انديه ابو كبيره بدر يعني، ابو مو بدر انديه صغيره هذه. معلش ابو بدر، ابو بدر انا اتكلم عن انديه كبيره صحيح، ولكن لو رجعنا حتى في سجل التعاقدات، عبد الله معيوف في النادي الاهلي ترى تم ابعاده من النادي الاهلي ورجع للهلال وحقق مع الهلال لا يقل تقريبا عن 10 الى 11 حاله. هذه حاله خاصه هل يعني هل, هل 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 لا في حالات كثير يا ابو بدر كذا، في لعيبه كثير ترى بالشكل هذا. طيب انت شايف، انت شايف قدرات الانديه صايره يعني الى حد ما متوازنه؟ يعني في ناس يقول لك والله انه في انديه عندها داعمين، طيب والداعمين ذولي مش جدد، الداعمين هذولي منذ سنوات طويله هم مع انديتهم لكن لم يسبق ان قدموا ولا 10% من الارقام اللي يقدمونها، فواحده من ثنتين، يا يعني انهم هم يعني اصيبوا حاله كرم مفاجئه، او ان التمويل هم غطاء له، يعني هذا الجمهور قاعد يطرح كذا، انت ايش رايك؟ انا اللي اشوفه بصراحه، انا ادعم الوزاره وانا مصمم على الكلام هذا اللي اقوله، الدعم واحد. ايوه بس ما يصير واحد. دعم الوزاره يعني الوزارة الدولار حق الوزاره في نادي يصير 10 دولار عند نادي ثاني وهو نفس لا الدولار، لا 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 بركه هي ولا ابو إيه؟ بدر، ابو بدر، ابو بدر، ما حد يقدر ينقل الحقيقه هذه اللي موجوده في نادي النصر الحين، انه الامير خالد بن فهد جالس يدعم بشكل ما كبير، ما في شك، النادي بس الامير خالد مش جديد على نادي كبيرة. النصر ونادي ونادي خالد الهلال مش اول ونادي مره يدعم الهلال. النصر الامير الوليد بن طلال علني. طيب والامير الوليد ما هو جديد على نادي الهلال، طول عمرهم يدعمون نادي الهلال. اي بس لما يكون الهلال مداخيله الان ال 200 250 مليون ويجيهم كمان 150 مليون 100 مليون من الامير الوليد بن طلال، هنا تحققت ميزانيه هذا الهلال كبيرة. طيب النصر نفس الشيء، النصر نفس الشيء يا ابو بدر، عندهم الدخل اللي من الوزاره دخل كبير، وفي دعم كبير من الامير خالد بن فهد، توفير الاموال، عقد الصفقات، وكلنا عارفين طيب عن طريق لو الامير فرضنا خالد بن فهد. لو فرضنا دعم تمويل كبير. 50 مليون، يعني عضو شرف لما يقدم 50 مليون في السنه هذا رقم كبير، 50 مليون مسويه الفرق لهالدرجه بين الانديه؟ لا اكثر ابو بدر، في اللي صاير في النصر وفي الهلال اكثر من 50 مليون الدعم. اكثر من 50 مليون، لا يمكنك تقول لي في دعم الهلال زايد عن ميزانيته ب 50 مليون وتم التعاقد مع الاسماء هذه كلها. طيب يعني الا الدعم اكبر يا ابو يعني بدر، يعني لما تدعم أكبر. انت طول الدعم عمرك أكبر. تدعم النادي ب 5 مليون 10 مليون في السنه، تبغى تقنعني ان فجاه صرت تدعم 200 مليون في السنه؟ الجمهور محتاج توضيحات يعني.
أبو بدر التنافس اللي صاير بين الهلال والنصر زي ما قلت لك في أول حلقة، الهلال شاف النصر والشغل اللي عمله، اضطر إن الهلال أنه بيدفع، لازم يدفعوا علشان يتم التعاقدات ويقدروا يجاروا النصر أقل شيء في الصفقات غير اللي صاير داخل الملعب. طيب. أما نحن نقول أنه الأموال أعضاء شرف وموجودين. خلينا نتكلم أبو بدر على الأهلي، إيش صار في الأهلي بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبد الله الله يمسيه بالخير؟ إيش اللي صاير في الأهلي الآن؟ فقط الدعم الثاني اللي غير اللي غير المداخيل حقة النادي، بس مداخيله، بس مداخيل الأهلي الآن أعلى من قبل، أعلى من قبل، بس فقط الفايض الزيادة اللي خليك تشتغل زي الهلال والنصر. ما هو قبل أنت كم تدخل؟ أنت تدخل كل إعلاناتك ما يجي 30-40 مليون أول، والباقي دعم شرفي. الآن أنت تأخذ فوق 100 مليون، كيف؟ طيب لو في عضو شرف يدعم 50% زيادة، لو وصلت إلى 100 أحد يدعم الأهلي، يعني أنت كنت 100، أنت يعني كذا الرقم ما له نهاية. أنت كنت تصرف تجيك إعلانات 30-40 دخل، وكان أعضاء الشرف يمولونك ب 70-80، فكانت 110-120 مليون. الآن أنت دخلك فوق ال 120 برضو، تبي زيادة؟ أبو بدر بالمختصر اللي خلى الهلال يشتغل كذا والنصر يشتغل كذا، عندهم قوة مالية موجودة عندهم خلتهم يتفوقون على الأهلي والاتحاد وعلى الشباب. وهذا اللي هذا اللي قاعد يتكلم فيه، احنا نتكلم على القوة المالية هذه يعني. بس يا أبو بدر لا لو ترجع للأهلي في السنوات الأخيرة والاتحاد، شوف التعاقدات اللي كانت عندهم والعقود الخيالية للعيبة الأجانب اللي كان أنا أعتبره صراحة فيه هدر مالي. في لعيبة جو الاتحاد، في لعيبة جو الأهلي، خاصة الأهلي، خاصة الأهلي جو لعيبة بمبالغ فلكية، هذا اللي يسوي الأزمة المالية في الأهلي. ما استفدنا من لعيبة وتحمل الديون سنوات طويلة.